إعطاء الأولوية للنقل الجماعي العمومي وتغيير تركيز التاكسي الجماعي من ساحة برشلونة إلى شارع 15 أكتوبر وتهوئة هذه الساحة لتكون فضاء مناسبا لتنقل المواطن بشكل مريح هي أهم النتائج والقرارات التي أعلن عنها وزير النقل خلال جلسة عقدت بالوزارة بحضور الوالي وممثلين عن البلدية وعن الأمن وعن التجهيز وعن التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي للوصول إلى توافق حول تهيئة جديدة لساحة برشلونة بالعاصمة. النتيجة اللي خرجنا بها إيجابية جدا تتلخص فيما يلي: أولا احنا عندنا أولوية للنقل الجماعي العمومي، نحب نعيد الاعتبار للحافلة للمترو للقطار، وهذا يقتضي نوفر لهم ظروف للتحرك بسرعة باش نتجنبوا التأخير والاكتظاظ وكل المظاهر اللي ما تليقش بالعاصمة وما تليقش بتونس. ثانيا احنا اكدنا على انه يلزم ثمة تكامل وتعايش بين النقل العمومي الحافلة والمترو والقطار، وزاد كذلك النقل العمومي غير المنتظم كما التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي واللواج، يلزم ثم تكامل وتعايش ما يثماش تنازع. هذا مبدأ ثاني. الحاجة الثالثة، اتفقنا على أنه المنطقة نتاع ساحة برشلونة ما عادش يدخلها التاكسي الجماعي. التاكسي الجماعي عنده خطوط يخدم عليها، يدخل العاصمة يكون عنده نشاط مهم ومكمل، ولكن المنطقة اللي تتحرك فيها في الساحه نتاع برشلونه الحافله والمترو ما عادش يدخلها التاكسي الجماعي. التنظيم هذا من شانه انه يقلل الضغط برشا على ساحه برشلونه، وبقدره الله معناها شفتوا حتى المهنه حاضره، ان شاء الله ثم توافق ورضا الاطراف الكل ان شاء الله. هي جلسه وزاريه تاريخيه حسب ما عبر عنه وزير النقل، لأنها بداية لتنظيم ساحة برشلونة، ونجاحها سيمثل رهانا لتنظيم قطاع النقل بكامل الجمهورية. شهر مبارك، والحمد لله اليوم عملنا فيه اجتماع تاريخي، لأنه بداية متاع تغيير حقيقي في محطاتنا في العاصمة وفي كل مناطق البلاد إن شاء الله. هذا وقد أثار القرار ردود فعل مختلفة في قطاع النقل بساحة برشلونة، حيث اعترض سائقو التاكسي عن تغيير مكانهم إلى ساحة 15 أكتوبر بباب علوة، وقد ساندهم حرفاؤهم في ذلك، في حين استحسن سائقو الحافلات هذا القرار واعتبروه صائبا لأنه سيسهل تنقلهم وتنقل المواطن كذلك. ما يجيش قرار كيفاش ناس بالكمبياليات تعلم بينا ربي كيفاش خدموا في ثلاثة شفرة فهمتي وكذا، وجيت نقلنا محطنا كليونات من السنسيل هنا، ترى حط أنت روحك اليوم تنجم تاخذ تمشي تريزوت غاديكا. العباد اللي ماخذين هنا ياخذوا في التاكسي جماعي من السنسيم لهنا ونهزوا فيهم فهمتوا عنا خدمه، هم يحبونا نحن نحبوهم وكذا. جيش احنا مربوطين بالكار بالمترو مع بعضنا، نجيبوا في كليونات مربوطين بالمترو لهنا، اذا كان نجيبوا هنا نهبطوا في باب عليو العشيه ما يجينيش غاديك، ومن وكان نجيبوا الصباح الباب عليو ما ينجمش هو يجي لهنا، يجي روتار ما يجيش من مرناك ما يجيش معايا لهنا. اي وانا عندي كهرباء بكمبيالات شاريها ب 60 مليون واش باش نعمل لها؟ اي ما ساعدناش نحن كيما قال لهم لازم نحن نركبوا على روحنا ونوصلوا بغنا وناخذوا قضيتهم. كيكه هي بعيد علينا برشا راهي تولى. ما تساعدناش. هنا خير ساعدتنا. عليها ما لازم هما ياخذوا بقعه كيما ريتي توا شفتي ما نجموش حتى باش نتعدوا، ما عملنا نطلعوا في الواج نبقاو بربع ساعه باش نخرجوا. فهمتني؟ وبالنص ساعه معناها نخفوا رواحنا شوي هي نفس الحكايه. فهمتني؟ على الأقل بقعة باش ينجموا يحطوا فيها تاكسياتهم ولا كذا، أما باب عليه وبعيد عننا برشا، تصور نجي برشلونة نمشوا باب عليه وبرشا. الحل ثم حظامة محطات هنا فارغة، سباسات موجودة كبيرة ما يتسع للتاكسي الجماعي. مثلا ثم باركينجات هاي منه، ثم باركينجات منه في شارع قرطاج، ثم محطات تو كي محطة لاكار هذيك محطة ترا، قدام محطة ترا ومحطة المترو، هذيك ما يلزم ما شاء الله من التاكسي الجماعي ترفعها. يساعدنا بالحق بالطبيعة معناها شنو. خاطر باش تفرغ علينا وباش نولي نخدموا مرتاحين والعباد مرتاحه ومعناها امورنا واضحه. مش متقلقين، واحنا متقلقين ياسر منهم. هاك تشوف فينا، هاك تشوف الكيران، هاك تشوف الدنيا كلها داخله بعضها منهم هما. باب عليه وباه هذاك هو احسن قرار. هما يعملوا لهم بقعه. اول حاجه مرفيتنا على الزلميه ديال المو معناتها توقف على خاطر التاكسي جامع. معناتها تحصل مو غاديك مشى دار منشير شارع كرتاج ضربوا المترو. ترصيت لو كتبوا من السين طلع الكونسي مجرتهم هما بايض خويا يشوفوا لهم بقعه يبداوا امورهم واضحه، هما يخدموا من رجلين ونحن من رجلين. كيران اي واحد خويا ما يفوتش العشرة نتاع الليل، نقل جميع تخدم ماضي ساعتين، نخدم بالليل باش اقل فتر ماضي ساعتين ما ثلاثه يروحوا بي
السيد هذا خويا ولا سنديه حتى ما شرم يخدم لك ما يفوتكش الا 11 تاع الليل. احسن قرار هذا، احسن قرار. يساعدنا بطبيعه. هما يخدموا على راحتهم واحنا نخدموا على راحتنا لهنا. خاطر الدخلات كل المحطه هذه ولات فيها برشا مشاكل اكتظاظ خاصة في الكلوار هذا نتاع الفانتسيس والكلوار لهنا فهمتني بالطبيعه. فما مصلحة عامة هي تقتضي باش القرار هذا. خاطر كان كل واحد نعملوا له مثال نحن على قياسه هو هذاك المواطن يقول له بعيد عليا وهذاك هذا عليه شنو بارابور 200 متر 300 متر حكايه فارغه. اما خير انت تمشي طول المحطه نتاعك تاخذ كارك ولا تاخذ الواحد نتاعك وسيله النقل وتمشي ولا تقعد تحب توصلك فين تحب انت. قرار تهوئه ساحه برشلونه هو قرار يساهم في جماليتها وتنظيمها، لكن سائقي التاكسي الجماعي رافضون هذا رفضا تاما. فماذا سيكون الحل وهل سيطبق القرار؟